رولا ونادي. روسيا تقرر تزويد نظام الأسد بمنظومة صواريخ S-300 المتطورة للدفاع الجوي، ونتنياهو يبلغ بوتين بأن إسرائيل ستواصل حماية أمنها ومصالحها. فهل تنهي الخطوة الروسية التفاهمات مع إسرائيل في الأجواء السورية؟ أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج للخبر بقية. لم يمضي وقت طويل على إعلان موسكو أنها ستعزز الدفاعات الجوية للنظام السوري عبر تزويده بمنظومة S-300 حتى جاء الرد الإسرائيلي. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر فلاديمير بوتين من تسليم دمشق تلك المنظومة وسط خلاف طبعا بين البلدين بشأن إسقاط الطائرة العسكرية الروسية في سوريا قبل أيام. الخطوة الروسية تأتي بعد إسقاط النظام السوري نفسه طائرة روسية عن طريق الخطأ، الحادثة التي حملت موسكو إسرائيل مسؤوليتها. فهل تتواصل إذن الغارات الإسرائيلية على أهداف تابعة للنظام وإيران؟ جاء الرد الذي سيعلم به الجميع كما وعد بوتين تعليقا على سقوط الطائرة. خلال أسبوعين سوف نزود الدفاعات الجوية السورية بمنظومة S-300، وسوف نزود مراكز قيادة الدفاع الجوية السورية بمنظومة إدارة آلية، وسنقوم بالتشويش الإلكتروني على الرادارات في منطقة البحر المتوسط المتاخمة للحدود السورية. منظومة S-300 قادرة على إصابة عدة أهداف جوية في نفس الوقت عن بعد يزيد على 250 كيلومترا. منظومة الإدارة الآلية سوف تمكن من إدارة جميع نقاط الدفاع الجوي بشكل مركزي ومراقبة كامل الأجواء السورية والتعرف على الطائرات الروسية، ولم يزود بها من قبل إلا الجيش الروسي. وأما التشويش فمن شأنه منع أنظمة ملاحة الطائرات غير الروسية من العمل دون التنسيق المسبق مع روسيا. بالتوازي مع تصريح وزير الدفاع الروسي، جاء الخبر على لسان العديد من الساسة الروس من الخارجية إلى البرلمان إلى الكريملين، أي أن موسكو ثبتت الحكم وقامت بالرد بعد أن اعتبرت إسرائيل مسؤولة عن سقوط طائرتها، ولم تشفع للأخيرة العلاقات التي كانت توصف بالمميزة بين البلدين. أرادت روسيا أن تزود جيش النظام السوري بهذه المنظومة قبل 5 أعوام، ولم تفعل بناء على طلب إسرائيل حينها. ولم تقف القوات الروسية في وجه المقاتلات الإسرائيلية التي كانت توجه ضرباتها بشكل دوري على سوريا، ولكن يبدو أن سقوط الطائرة الروسية قد يغير المعادلة. لن تكون إسرائيل قادرة على التصرف بنفس الطريقة بعد اليوم، والخطوات التي اتخذتها روسيا ستدفع إسرائيل إلى البحث عن طرق لتخفيف التوتر. فمصلحة إسرائيل وروسيا كذلك ألا يشطب هذا الحادث جهود سنين من بناء علاقات مميزة. تعتبر موسكو أن المنظومات الدفاعية الروسية ليست موجهة ضد أي طرف ثالث، ويتساءل مراقبون ما إذا كانت هذه الخطوات ستخل بالتوازن الذي تحاول روسيا الحفاظ عليه بين الدورين الإسرائيلي والإيراني في سوريا. محمد حسن، تلفزيون العربي، موسكو. ومعنا من موسكو سيرجي شاشكوف الإعلامي الروسي، ومعنا كذلك من غزة عدنان أبو عامر الخبير في الشؤون الإسرائيلية، ومن اسطنبول صبحي ناظم توفيق الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد شاشكوف في موسكو، هل كان قرار بوتين تزويد نظام الأسد بصواريخ S-300 القرار الوحيد المتاح له لحفظ ماء وجه روسيا بعد إسقاط طائرتها؟ ما نشاهده اليوم هو أكثر من مجرد إسقاط طائرة راح دحياتها 15 ضابط روسي، بل هو تغيير الوضع بشكل جذري، حيث فقدت إسرائيل مصداقيتها. نحن نعلم أن هناك اتفاقيات عديدة تم توقيعها بين موسكو وتل أبيب بشأن تنسيق النشاطات العسكرية في المنطقة، تحسبا لأي خطورة، تحسبا لأي اشتباك محتمل.
فقبل دقائق انعقدت في وزارة الدفاع الروسية مؤتمر صحفي تم تقديم من خلاله هي الأدلة الموثوقة بأن المقاتلات الإسرائيلية بالفعل استخدمت طائرة الاستطلاع الروسية اليوشن 20 لحمايتها، وهذا أدى إلى اتخاذ القرار الصارم بتجهيز قوات الدفاع الجوي السورية بمنظومة S-300 خلال أسبوعين. وأكثر من ذلك، نحن ندرك أن قصة تزويد هذه المنظومة لسوريا قصة طويلة، تم توقيع العقد في عام 2010 وتم إصناع وإنتاج وتدريب الكادر السوري على هذه المنظومة في عام 2015، ثم نتيجة الطلبات العديدة من قبل إسرائيل تم إلغاء هذه الصفقة. ففي مثل هذه الظروف الأخيرة وبعد الحدث المؤسف، لا أعتقد أن كان هناك أمام موسكو خيار آخر إلا اتخاذ الإجراءات الطارئة لتعزيز القدرات الدفاعية السورية. طيب سيد صبحي ناظم توفيق في إسطنبول، حدثنا لو سمحت، ما قصة الاس 300 هذه المنظومة؟ ما أهميتها وما درجة تطورها وما تأثيرها في الميدان عسكريا؟ نعم، هي حقيقة تعتبر متطورة بالنسبة إلى الاس 200 التي زودت بها سوريا منذ عقد من الزمان، ولكن هذه المنظومة، ويعرف السيد الخبير الروسي الذي تحدث من موسكو أن هذه المنظومة لدى القوات المسلحة الروسية قد أحيلت على التقاعد في عام 2007، وليست سوريا الوحيدة التي ستجهز، وإنما S 300 وليس S 400. حل محلها S 400 لدى القوات نعم، حل محلها S 400، وكذلك حل محل ال S 400 أو في الأعوام القادمة ستحل منظومة S 600 بدل من S 400. على كل حال، بالنسبة ل S 300 التي ستجهز بها سوريا، هناك حسب معلوماتي وحسب الإحصاءات 17 دولة مجهزة بهذه المنظومة قبل سوريا، وهي ليست أكفأ بكثير من الاس 200، ولكن بشكل عام مدى أفضل وربما تقنيات أفضل، وربما يعني تعالج الصواريخ أو الطائرات على ارتفاع أكثر وبمدى أكثر مثلما قلت. ولكن عندما لم تعمل الاس 200 شيئا سوى في شهر شباط الماضي أي قبل 7 أشهر من الآن، أسقطت طائرة في سماء الجولان، طائرة إسرائيلية من طراز F-16، وقد اعترفت إسرائيل بذلك. ولكن خلال هذه المدة كلها، خلال سنة ونصف منذ بدأت الضربات الإسرائيلية على أهداف في سوريا، نرى أن طائرة واحدة فقط قد إسرائيلية فقط قد أسقطت مثل ما قلت، ولكن الهدف الثاني الذي أسقط كانت طائرة روسية مع الأسف. يعني أنت تقول إن المنظومة الجديدة S-300 قد لا تحدث تغييرا كبيرا في الميدان بالنسبة لموازين القوى بين الطائرات الإسرائيلية والمضادات الأرضية؟ بالتأكيد، يعني أنا على يقين من ذلك، يعني حسب التصور طبعا. وسنرى في الأيام القادمة ضربات إسرائيلية أخرى وإجراءات إيجابية، عندما أقول يعني ليست سلبية، السلبية الطائرات مثلا تحلق على ارتفاع منخفض جدا بحيث لا ترى بالرادار، لا تكشف بالرادار ولا تمسك، أو الأهم من ذلك الإجراءات الإيجابية بالتشويش الإلكتروني. نعم. فإذا كان هناك عن هذا الموضوع إلكتروني روسي توفيق. أو من منظومات نعم. روسية نعم. سأسألك بعد قليل عن موضوع التشويش. نعم. لو سمحت، لأن وزير الدفاع الروسي بنفسه تحدث عن هذا الموضوع. نعم. اليوم سيد عدنان أبو عامر، هل الشعور العام نعم. في إسرائيل بحسب ما تعتقد أن غلطة الشاطر بألف فعلا يدفعون الآن ثمنا كبيرا بسبب إسقاط الطائرة الروسية؟ مساء الخير أستاذ وائل والسادة المشاركين.
واضح أن هذا الحدث في الأجواء السورية له إرهاصات وإسقاطات كبيرة في داخل إسرائيل، على الأقل في مستويين السياسي والعسكري. ولكن في نفس الوقت تعتقد الإسرائيليون جازمين أن التفاهمات التي حصلت مع الكرملين في الثلاث سنوات الماضية منذ بدء التدخل الروسي في سوريا لن يخل بها ولن يسقطها حادث على هذا القدر من الأهمية والخطورة. أكثر وضوحا، التفاهمات التي حصلت بين تل أبيب وموسكو في السنوات الثلاث الماضية وأسفرت عن إنشاء جهاز تنسيقي عملياتي لتنسيق أجواء الأعمال في الأجواء السورية. بالضبط. اثنين، هناك خط ساخن حقيقي بين نتنياهو وبوتين، هناك علاقة مميزة بين الرجلين. والإسرائيليون يتكلمون اليوم بشيء من الصراحة المتزايدة، تقولون أن بوتين يمثل دور الصديق المعتدل الحقيقي للإسرائيليين في كرملين، في حين هناك خصوم للإسرائيليين في وزارة الدفاع، الخارجية، البرلمان. ولذلك يحاول بوتين أن يوازن بين هذه المواقف الروسية الداخلية. على كل الأحوال يرى الإسرائيليون أن هذه موجة صعبة، أزمة قاسية، لكنهم سيتجاوزونها على اعتبار أن الضمانة الأساسية للتفاهمات الروسية الإسرائيلية تقف على ركنين، على مقعدين أساسيين. واحد، عدم المساس الإسرائيلي بالأسد كرئيس ومنظومة سياسية قائمة، وهذا بتفاهم. اثنين، سماح الروس للإسرائيليين بضرب الأهداف الإيرانية في داخل سوريا. هذه التفاهمات قائمة. لا أظن، برغم الضجيج الكبير في إسرائيل، إنها تغيرت ربما. اسمح لي أذهب إليه ثم أعود إليك. سيد شاشكوف، هل تغيرت التفاهمات الروسية الإسرائيلية بعد حادث إليوشن 20 قبل أيام؟ هل مسموح لإسرائيل، هل ستسمح روسيا لإسرائيل أو ستواصل السماح لإسرائيل بالهجوم على الأهداف الإيرانية والتابعة للنظام في سوريا؟ كما تعلمون جرى اليوم الاتصال الهاتفي بين بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث حاول الرئيس الإسرائيلي أن يقنع السيد بوتين بأن إسرائيل ليست لها علاقة، وكان يحاول أن يحمل المسؤولية لأطراف أخرى. ولكن مثل ما قلت في البداية، خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الدفاع تم التوثيق للدور الحقيقي الذي لعبه سلاح الجو الإسرائيلي. وبعد ذلك جاء التصريح من الخارجية الروسية، السيد باغدانوف نائب وزير الخارجية قال أن هذا لا يؤثر جذريا على طبيعة العلاقات الروسية الإسرائيلية، ولكن من الناحية الميدانية أعتقد سيؤثر وبشكل مباشر. كيف؟ لأن المنظومات الإسرائيلية لو سمحت، مجرد تصحيح على منظومة 300، هي ليس منقرضة ولكنها حديثة ولا زال تستخدم في وحدات الدفاع الجوي الروسية. صحيح أول موديل لمنظومة S300 له سنين طويلة، ولكن هناك تحوير وتحديث وهي حديثة ومتطورة وقادرة. لو سمحت، عودة لسؤالي، هل ستواصل روسيا السماح لإسرائيل بأن تسرح وتمرح في الأجواء السورية وتقصف على هواها أم لا؟ لا أعتقد أنه القوات الجوية الإسرائيلية سوف تتصرف بنفس الحرية مثل ما شاهدناها في السابق. وكان تصريح من موسكو واضحا جدا باحتمال إغلاق السماء في المناطق القريبة من السواحل السورية والتشويش ومنع العمل الصحيح للأقمار الصناعية وأجهزة الملاحة. لا أعتقد أن الطيارين الإسرائيليين سوف يتصرفوا بكل سهولة وكل حرية مثل ما شاهدناها في السابق. نعم، سيد عدنان أبو عامر، الروس يتحدثون بثقة ربما يجري بعض التقييد للحرية الإسرائيلية في الأجواء السورية، وهذا ليس خبرا إيجابيا جدا بالنسبة لإسرائيل. قد يكون على صعيد الإعلام هذا صحيح غير جيد، لكن على صعيد البعد العملياتي والميداني، كما تعلم السلاح الجوي الإسرائيلي من أكبر أسلحة الجو على مستوى العالم، المسمى صاحب الذراع الطويلة لإسرائيل. والإسرائيليون في السنوات الأخيرة الماضية لم فقط يضربوا أهداف إيرانية في داخل سوريا بسلاح الجو، هناك عبر البحر المتوسط، عبر المدفعية الإسرائيلية في داخل إسرائيل. نعم. ولذلك هناك قدرات إسرائيلية عسكرية كبيرة جدا. النقطة المهمة هنا في هذا السياق أن ما حصل في إسقاط الطائرة الروسية لا شك أنه أثار غضب الروس الكرام الروسي
الروسية والهيبة الروسية، تكرار لما حصل في الطائرة الروسية في تركيا قبل سنوات. ولكن في نفس الوقت هناك تفاهمات استراتيجية بعد كبير في المنطقة. الروس يعلم الإسرائيليون جيدا أنهم ليسوا مرتاحين كثيرا لزيادة النفوذ الإيراني في داخل سوريا. يعتقد الكرملين، يعتقد القيصر بوتين نفسه أنه هو الذي دفع الجهد والمال والعتاد والقوة العسكرية لتثبيت نظام الأسد، ولذلك لا يريد لأحد أن يكون شريكا له في داخل الدولة السورية. حتى الإيرانيين، الإيرانيين أنفسهم أيضا يعتقدون أن وجود روسا الآن هو يشكل عقبة كأداء أمام تمدد النفوذ الإيراني بشكل كامل في سوريا. والروس ليسوا كثيرا مرحبين بإيجاد قواعد عسكرية إيرانية في قلب سوريا قد تشكل لهم في المستقبل منافسا لهم في هذه الدولة. الإسرائيليون بشكل واضح وائل واضح لن يسمحوا بإقامة قواعد إيرانية عسكرية في سوريا من جهة، ولن يسمحوا بتمرير أسلحة متطورة كسر التوازن كما تسمى إلى حزب الله. هناك من يقول أن الأيام القليلة القادمة نعم حتى مع وجود اس 500 و600 نعم. طيب سيد يعتقدون جازمين نعم. ساعود اليك يا عادل، ساعود اليك سيد صبحي ناظم توفيق في اسطنبول. تحدث وزير الدفاع الروسي اليوم وهو يعلن تسليم هذه المنظومه الجديده لنظام الاسد ان الملاحه عبر الاقمار الصناعيه ورادارات الطائرات وانظمه اتصال الطائرات التي تهاجم اهدافا في سوريا ستتعرض للتشويش في المناطق المحاذيه لسوريا في البحر المتوسط، وهذا ما دفع بعض المحللين الروس والمقربين لنظام الأسد إلى القول أن هناك حظر جوي روسي فوق سوريا. هل نصدق هذا الكلام؟ لا يصدق هذا الكلام. وكان يعني كان دقيقا ربما السيد وزير الدفاع الروسي عندما قال على البحر المتوسط، أي يا إسرائيل لا تتقربي نحو سوريا من اتجاه البحر المتوسط، ولك كل الحرية أن تصول وتجول فوق الأجواء السورية من غير البحر المتوسط، أي في من الجنوب أو من بعيدا عن قواعدنا يعني. وهذه الإمكانية مع الأسف موجودة نعم اعتبار نعم من القواعد. يعني لو فرضا لو اخترقت الطائرات الإسرائيلية الأجواء الأردنية ماذا سيعمل الأردن؟ لا شيء. وكذلك بالنسبة للأجواء اللبنانية، لبنان أضعف بكثير. لكن سيد صبحي ناظم توفيق لو سمحت لي، وزير الدفاع الروسي يقول إن هذه المنظومة S-300 قادرة على اعتراض طائرات على بعد أكثر من 250 كيلومترا عن مكان عن قواعدها، إذا نعم. تغطي جزء كبير من السماء السورية. نعم صحيح جدا يعني. ولكن أيضا منظومة الاس 200 كان يمكن أن تستهدف الطائرات الإسرائيلية على بعد 200 كيلومتر. 200 كيلومتر يعني من دمشق إلى أواسط إسرائيل. لماذا لم تستهدف المنظومة الاس 200 الطائرات الإسرائيلية عند اختراقها الأجواء السورية وقد مع الأسف حامت وصالت وجالت في الأجواء السورية خلال 200 ضربة جوية خلال سنة ونصف السنة. 200 ضربة جوية خلال سنة ونصف السنة لم تسقط غير طائرة واحدة F-16، والطائرة الثانية التي أسقطت مثل ما قلنا اليوشن 20 قبل أسبوع من الآن. فإذا منظومة S-200 وكذلك ستكون منظومة S-300 ليست قادرة على التصدي للطيران الإسرائيلي الذي يعتبر حقيقة، وهذا ليس مدحا لإسرائيل، يعني أنا أكره إسرائيل حقيقة، أنا ضابط في الجيش العراقي، ولكن هذه الإمكانيات متوفرة لدى القوة الجوية الإسرائيلية وبجدارة. نعم نعم. سيد شاشكوف للجانب السياسي، تحدث السيد عدنان أبو عامر من غزة قبل قليل أن روسيا والرئيس فلاديمير بوتين قد يكون هو شخصيا على علاقة جيدة مع نتنياهو، وأن بقية أجزاء الدولة الروسية الخارجية والدفاع هي من تدعو إلى التشدد باتجاه إسرائيل. ما رأيك بهذا الكلام؟ هل هو حقيقي فعلا؟ أعتقد أنه لابد من المعرفة بين الفرق يعني بين علاقة شخصية ومصالح الدولة. فمهما كانت العلاقات الشخصية بين رئيس بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي أو غيره من الشخصيات السياسية، الواجب الرئيسي والأساسي لرئيس بوتين هو الدفاع عن مصالح الدولة.
فأنا متأكد جدا أن تم اتخاذ هذا القرار بناء على مصالح الدولة، وبعد تقدير ما حدث في الميدان مع الأخذ بعين الاعتبار لآراء الخبراء العسكريين والدبلوماسيين والمستشارين، فهذا القرار لا يمكن اتخاذه بناء على علاقات شخصية. الموضوع أكثر جديا وأكثر وله أبعاد عديدة. نعم، لأن البعض قد يقول أن بوتين قد يكون أبلغ نتنياهو بأنه مضطر لاتخاذ قرارات من هذا النوع، تزويد نظام الأسد بصواريخ S-300 حفاظا على الكرامة الروسية، لكن على أرض الواقع لن يتغير شيء. لذلك نطرح مثل هذه الأسئلة سيد شاشكوف. أستاذ عدنان أبو عامر في غزة، هل برأيك جهود إسرائيل للتخلص من الوجود الإيراني في سوريا ستمضي وكأن شيئا لم يكن؟ لأن هناك صعوبات الآن في تبدو في الأجواء، خصوصا إمكانية تدهور العلاقة مع روسيا. شوف، بالرغم من أهمية ما حصل وخطورة ما حدث في الأيام الأخيرة حول إسقاط الطائرة الروسية، لكن لا يجب أن يأخذ ذلك أبعادا يعني متقدمة جدا في التحليل والتفسير وكأن هناك حالة من القطيعة بين موسكو وتلعب. لا، العلاقات متقدمة جدا جدا، والمسألة ليست شخصية بين نتنياهو وبوتين، ليس هناك علاقة غرام بين الطرفين الرجلين. من يتابع متبادل، من يتابع وسائل الإعلام الروسية يشعر وكأن روسيا ستعلن الحرب على إسرائيل بعد قليل. الوضع غير كذلك برأيك؟ البتة هذا شغل البرافدا والمنظومة الشيوعية السابقة والاتحاد السوفيتي. أي حرب هذه؟ هناك علاقة مصالح متبادلة قوية بين الطرفين. الروس يعلمون تماما أن إسرائيل بات لهم جسرا لعلاقات دولية وأمنية اقتصادية وسياسية كبيرة. إسرائيل فيها أكثر من مليون يهودي روسي، والجالية اليهودية في روسيا لها نفوذ كبير جدا في داخل الكرملين. نحن نعلم علاقات المال والاقتصاد في داخل موسكو كيف تدار من قبل أوساط كبيرة في الجالية اليهودية. لذلك لا يبدو أن هناك تطورا كبيرا في هذه العلاقة المتوثرة بين الجانبين، بالرغم أنها قد تأخذ أياما قليلة. الأخطر من ذلك أن عدم وجود قواعد إيرانية، نفوذ إيراني كبير في سوريا، ليست مصلحة إسرائيلية فحسب ولا روسية فقط، وإنما إقليمية ودولية. والمجتمع الدولي يعلم تماما أن أي ترتيب لليوم التالي لانتهاء الحرب في سوريا وثمن بقاء الأسد رئيسا للدولة السورية يعني بالضرورة تراجعا في النفوذ الإيراني. هذا أصبح يكون اتفاق جنتلمان بين المجتمع الدولي مختلف أطراف، حتى في داخل أطراف الدولة السورية نفسها في النظام السوري. نعم. لذلك التوافق على استهداف الوجود الإيراني أصبح أمرا يعني من السياسة بالضرورة، متفق عليه. لذلك قد نرى بعض الأيام القادمة تراجع في الضربات الإسرائيلية، هدوءا، استراحة محارب ذات الدقة، لكن أي لحظة يلتقط فيها الرادار الإسرائيلي قافلة أسلحة متقدمة تذهب من دمشق إلى بيروت لن يتردد نتنياهو إلى عدد الثلاثة قبل أن يضربها. هذا متوافق عليه، وهناك من التفاهمات الكثيرة. يعني أعطيك نموذج على ذلك، حتى لو كان اسم 300 و400 ستدخل في داخل قيادة أركان عليها العلم السوري، لكن من سيضرب على الزر وائل رجل ضابط روسي يتلقى التعليمات من الكرملين وليس من قصر المهاجرين في دمشق. هذه مسائل متعارف عليها عسكريا وعملياتيا، والإسرائيليون يعرفون ذلك تماما. لذلك قد يذهب الإسرائيليون إلى محاولة امتصاص غضب الروس، الهدوء ورش مزيد من الماء البارد على هذا الغضب الروسي، انتظارا لطي هذه الصفحة متوترة في العلاقات الجانبية. نعم سيد شاشكوف، باختصار شديد لو سمحت، أي ضربات إسرائيلية جديدة على أهداف في سوريا ستكون محرجة جدا بالنسبة لروسيا، أليس كذلك؟ بداية أود أن أشير إلى أن ما يقوم به سلاح الجو الإسرائيلي هو توجيه الضربات على تجمعات للحرس الإسلامي الإيراني وما يسمى ب مسلحين البغضاء والآخري. ولكن عندما كان داعش على الحدود في مرتفعات جولان على الحدود مباشرة، كان هناك أمتار بين الجيش الإسرائيلي والداعش، لكن هناك لا اشتباك ولا تبادل النيران ولا تلقى واحدة. فكل واحد يقول في تل أبيب وواشنطن والآخري أنه نحن نكافح الإرهاب في سوريا. ما هو النضال هذا؟ ما هو هذا 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 الكفاح ضد داعش عندما الطرفين يتفرجون على البعض بكل هدوء؟ نعم، وأي توجيه ضربة يقول أنه ما لا نتحمل وجود إيراني، لا نتحمل وجود حزب الله، لا نتحمل هذا وهذا وهذا، وهذا داخل الأراضي للجمهورية العربية السورية اللي هي دولة ذات السيادة. نعم. والاستقلال. نعم هناك
إسرائيل لها حق في تحديث قواتها المسلحة، ولكن سوريا لها حق في تعزيز قدراتها الدفاعية أيضا. واضحة تماما. عندما تفضل الأخ من نعم. من استوديو سؤال أخير وباختصار شديد، أن منظومة إس 200 العفو من منظومة إس 200 لا لم تمكن من إسقاط إلا طائرة واحدة بعد 200 هجوم جوي. نعم، لأنه منظومة إس 200 تم تزويدها لسوريا في عام 1982 ولم يحدث تحديثها أو تطويرها منذ ذلك الوقت، يعني 35 سنة، بينما إسرائيل تحدث قواتها الجوية سنويا بناء على الدعم المالي. نعم. يقدر بمليارين ونصف مليار دولار تقدمه الولايات المتحدة. شكرا جزيلا، انتهى الوقت للأسف، انتهى الوقت. شكرا لك سيد سيركي شاشكوف الإعلامي الروسي في موسكو، وأشكر من غزة عدنان أبو عامر الخبير في الشؤون الإسرائيلية، وشكرا لضيفنا في إسطنبول صبحي ناظم توفيق الخبير العسكري والاستراتيجي، وشكر دائم لكم أنتم مشاهدينا على بقائكم معنا. كونوا بخير.